السلام الله عليكم أحبتي في الله، نتمنى يا رب تكونوا بخير وعلى خير في أحسن حال وبصحة جيدة. شكرا لكم جميعا، شكرا لجميع المتتبعين، لكم جزيل الشكر، شكرا للمشاركين الجدد اللي التحقوا بي. وصفتنا اليوم أحبتي في الله اللي هي محشي الملفوف أو الكورنوب أو محشي اليخانة، وبالمغرب نسميه المكور، كل بلد شو تسميه. اللي تنحتاج لهذا المحشي ديالنا: الرز حق 3 كاسات، نقعهم في الماء، ونقع التمر هندي في الماء دافي، بنحتاج لها كمون وملح وثوم مقطع هيك دوائر ولحمة وعصفور وزيت. القرنب تبعنا او الملفوف حضعه 7 دقائق في ماء سخنة، حنسلقه 7 دقائق، وحنقع الرز 2 ساعة أو 1.5 ساعة بالماء باردة، وبعدين ارجع معكم عشان نسوي الحشوة تبعه. بعد ما نقعت الرز 2 ساعة غسلته وصفيته، بنوضع فوق منه اللحمة تبع الخلطة الحشوة، بنوضع العصفر والثوم، بنضيف الكمون، بنضيف الملح، بنضيف الزيت، بنضيف الزيت، ضفنا شوية زيت عليها، وبنخلط الحشوة مع بعض. الحشوة بعد ما خلطناها والملفوف الكرنب بعد ما سلقناه، هلا حنبلش في اللف تبعها. هلا بنحط الحشوة باليخنة وبنلفها. هلا بنحشي الثانية كمان وبنلفها على هذا الشكل. هلا بنخلصهم وبرجع معكم لما بدنا نحطها تطلع النار. بعد ما كملنا لفينا الملفوف تبعنا، بنوضعه على النار، بنوضع فوق منه التمر هندي لانه بيعطي حموضة للملفوف القرنب او اليخنة، حموضة منيحة. بضيف رشة ملح، بضيف مي، بعد ما ضفت المي بنخليها تستوي شي 3 ساعة تقريبا. اخر شي قبل ما تسوي بضيف عليها نعناع يابس، وثوم مدقوق. بعد ما تخلص الطبخة بفرجيكم اخر مرحلة فيها. بعد ما تغلي وبضيف النعناع والثوم مدقوق بنرجع معكم. وهذا المحشي ديالنا ديال الملفوف ديال كونوب صبح جاهز على هذا الشكل، يعني اللي هو بطريقه بسيطه. بعد ما ضفت النعناع والثوم ضفت ملعقه سمنه عليه. نتمنى ينال اعجابكم، ما تنساوش تدعموني بلايك، واللي ما بشاركش معايا يشارك معايا. كان اول مره تشوف قناتي يدعمني بالاشتراك والضغط على زر
الجرس باش يتوصل بجديد وصفاتي اللي جد بسيطة وسهلة. نتمنى ينال إعجابكم، بصراحة تيجي طعمه رائع مع التمر الهندي. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله. دمتم سالمين، مع السلامة.